صلى الله عليك يا شيخ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب، سيما إذا كان يقرأ القرآن كثيرا لكن تدبره قليل؟ هل المراد نعم قراءة القرآن أو طلب العلم؟ نقول قراءة القرآن حفظا أو قراءته نظرا؟ نظرا. إذا كان نظرا فإن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، والقرآن هو طلب العلم الشرعي من القرآن في الواقع، لأن العلم الشرعي كله أحكام القرآن التي وجدت فيه أو وجدت في السنة المفسرة له. نعم.